تحية متجددة لحضراتكم، أهلا بيكم في حوارنا وفقرتنا الحوارية اللي نوهنا عنها هتكون مع لعيب كرة قدم، واحد من يعني إيه عصر الزمن الجميل إن صح التعبير، لاعب موهوب، مدرب متميز. الحقيقة يمكن جيل الشباب ما عاصرهوش، إنما كان الكابتن رمضان السيد في ملعب كرة القدم حاجة كده تستمتع بيها في خط نص النادي الأهلي. كابتن رمضان السيد، هذا المدرب الكبير وهذا اللاعب العظيم، هو ضيفنا في حلقتنا الليلة من برنامجنا الأهلي في رمضان. أهلا بك كابتن رمضان. أهلا بيك. طيب رمضان كريم. كل سنة طيبين. كل سنة طيب. كل سنة طيب أستاذ شريف، وكل سنة طيب يا فارس. ويعني طبعا أنا في بيتي يعني، وكل سنة وكل المسلمين والعالم كله بخير إن شاء الله. رمضان اخباره ايه مع حضرتك؟ والله رمضان طقوسك المعتاده يعني رمضان ولا اتغيرت بقى عن زمان يا كابتن رمضان؟ يعني طبعا واحنا بنلعب طبعا كانت الامور مختلفه جدا، لان يمكن جات لنا فترات كتيره الحقيقه كنا بنتمرن بالنهار، يعني واحنا بنلعب كان لسه الموضوع بحته ان انت تتمرن بالليل وبتاع ما كانش موجوده بشكل كبير، فكنا بنتمرن بالنهار. احنا يمكن رمضان ليه ذكرى معايا الحقيقه، يمكن افضل مباراه لعبتها في منتخب مصر الحقيقه كانت في مباراه كينيا في كينيا، والمباراه دي كانت في رمضان، ويعني اللعيبه كلها كانت صايمه، وكان وكينيا اساسا يعني حته الاكسجين اساسا بتبقى صعبه جدا جدا جدا. المباراه دي يمكن واصرته على الصيام؟ اصرينا ما استخدمتوش الرخصه حتى في السفر يعني؟ ولا حتى ما فيش لا. ان الله يحب ان تؤتى رخصه يعني كما تؤتى يعني. لا المجموعه كلها كملت، ويمكن انا اشتركت في المباراه دي الشوط الثاني مكان كابتن حسن شحاته، وكنا متاخرين بهدفين، والمباراه دي احنا لما نزلنا الشوط الثاني احنا كسبنا المباراه 5-3 واحرزت هدفين، احرزت الهدف الرابع والخامس في المباراه، ودي يمكن من مباراه يعني اتعامل بشكل قوي جدا جدا جدا. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي يمكن احنا انا الحقيقه ما فيش ما لعبتش مباراه الحقيقه في النادي الاهلي، واحنا صايمين كل المباريات لعبنا واحنا بنلعب بالليل بعد الفطار، ما فيش بعد الفطار ما فيش طبعا دي ما اعتقدش فيها مشكله خالص. ويمكن كان لينا مباريات كتيره جدا الحقيقه اتلعبت بعد الفطار في رمضان، ويمكن كنا بنعمل فيها الحقيقه نتائج ايجابيه ونتائج على مستوى عالي جدا جدا. يمكن انا بمناسبه بس الكلام عن رمضان الشريف يا فارس، انا كنت ماسك اسوان، يعني حاجه برضك طريفه يعني كنت ماسك اسوان في الدوري الممتاز بيه اول سنه رحت بعد ما مشيت للنادي الاهلي، كان سنه 90. كنت اسوان بلد جميله واهلها ناس طيبين جدا، كلهم اهلاويه طبعا جدا جدا. اسوان دي كمان فيها ميزه ان اي مدير فني بيروح هناك لازم تلاقيه بيعمل طفره كبيره جدا في حياته التدريبيه. سبحان الله. كابتن احمد كشري كل اللي بيروح نادي اسوان كنت ماسك الممتاز بيه اول سنه، كنت اروح بعد النادي الاهلي الحقيقه بعد السنتين اللي اشتغلتهم مع الكابتن انور سلامه في الدرجه الاولى، اول خطوه ليا كانت اسوان. يعني بس هجيب لك حته رمضان الحقيقه، كنا بنلعب ماتش في المنيا، واللعيبه كلها كنا بالنهار طبعا، اللعيبه كلها اثرت ان هي تصوم. انا طبعا ما اتكلمش في الموضوع ده خالص ما عدا لعيب واحد قال لي يا كابتن انا ما بقدرش. قلت له انا ماليش دعوه، يعني انت ما تقدرش خلاص ده اختيارك. الباقي كله خلاص صام. اللعيب ده اتغير بعد 35 دقيقه، تعب معدته وكده، الوحيد اللي اتغير سبحان الله. وعملت ايه في المباراه دي يا كابتن؟ كسبنا المباراه حتى سكور يومها كسبنا 4-1. طب طقوس حضرتك الخاصه في رمضان، كل حد فينا عنده طقوس بيستنى شهر رمضان دايما عشان بيكون له طقوسه الشخصيه اللي بتختلف عن كل الشهور، طقوس حضرتك الخاصه في رمضان ايه؟ والله هي مش طقوس يعني بعيده عن كل الناس الحقيقه، لكن هي يعني حته التراويح لمة الأسرة. طبعا، واحنا على طول يمكن في رمضان بالذات بنتجمع كتير قوي. كابتن سيد معوض بنتجمع طبعا 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 بنتجمع مهم جدا. طبعا العيلة عندنا كلها كده بنتجمع في يومين ثلاثة كده في كل بيت شوية، دي طبعا بتبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا. زائد يمكن أنا عندي مثلا أصغر واحد محمد على طول مثلا موجود معايا رغم إن هو متزوج، لكن بعد كده بقى بيبقى حتة التراويح طبعا وحتة الالتزام في صلاتك وحتة الحاجات دي كلها حاجات طبعا روحانيات كده جميلة جدا 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 بنعيشها كلنا. كابتن رمضان، كرة القدم اتغيرت؟
تحكي لك عن التطور الهائل اللي حادث في كرة القدم بشكل عام؟ بص اقول لك حاجه يا استاذ شريف، الجيل بتاعنا لو كان خد الاحتكاك القوي جدا جدا الجيل ده اخده، وطبعا النواحي التطور المذهل فنيا وتكتيكيا بقى، علم تدريب عن صناعه تدريب تدريب نفسه كمان في تطور يعني رهيب، وفي نفس الوقت الامكانيات الماديه احنا يمكن كنا بنلعب، يعني انا مثلا اتنقلت للنادي الاهلي سنه 80 كان ب 10,000 جنيه، كان الخبر اللي كان موجود اغلى صفقه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه، كان قبليه طار الشيخ ما نقول ب 5,000 جنيه. انت ضعف، انا جيت عملت ضعف. فقال لك صفقه كبيره جدا. النهارده انت بتتكلم بقى في ارقام رهيبه، لكن الجيل ده فارس، الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه خطيب ومصطفى عبده وماهر امام ومختار مختار ومحمد عامر وخالد جد الله ومحمد عباس وشريف عبد المنعم، الجيل ده لو اتوفرت له الامكانيات اللي اتوجدت للجيل الحالي، لا اعتقد ان انت لو بتنفذ احتراف يا استاذ شريف في الجيل ده، انا ما اعتقدش ان كان في اي نادي في مصر هيقدر على الامكانيات الماديه اللي ممكن كانت تروح ليها. اعتقد انتوا كنتوا محترفين كلاعبين قبل المنظومه ما تبقى محترفه، يعني انتوا كلاعبين كنتوا محترفين في صفاتكم جدا. يعني انا بشوف دايما فريق 78 اللي كان بيلعب تصفيات كاس العالم والمباريات الشهيره مع تونس، كابتن محمود الخطيب كان هداف التصفيات. طبعا اعتقد الجيل ده لو اتيح له الامكانيات والاهتمام وكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كان على الاقل الجيل ده اكيد قدر يوصل كاس عالم. اكيد 100%. يعني الجيل ده، شوف انت قلت كلمه دلوقتي، الكلمه دي فعلا 100% صح. احنا كنا هواه وكنا بنطبق الاحتراف يعني اكتر من دلوقتي. صحيح. يعني احنا مثلا كنا التمارين الساعه 3، احنا كنا بنروح نادي الساعه 11. وكان طبعا معانا الكابتن حسن حمدي مدير كوره، وده من المديرين الكوره اللي جم في تاريخ مصر، يعني وزير الدفاع العظيم. وزير الدفاع حاجه، هو يعني هو يمكن كان بيطبق معانا الاحتراف من غير ما يكون في احتراف. اللوائح قبل ان تبدا اللوائح، ودايما ده معروف عن كابتن حسن على حمدي. طول على طول على اي حد، كابتن حسن حمدي ما فيش مثلا ايه، ما فيش قرار مثلا اتاخد بتنفيذ عقوبه على لعيب واتشالت، اذا كانت ماديه او ايقافات او اي حاجه. هو في حاجه كمان فارس ناخد راي كابتن رمضان فيها، فكره التطور التكنولوجي العظيم بين العقود المختلفه يعني، او بين الاجيال المختلفه. اعتقد لعب دور برضه، انتوا ما كانش في سوشيال ميديا شغلاكوا ولا حتى اعلام تتكلم عن طبعا طبعا قناه واحده حاجه كده تتسلى او نص قناه ثانيه. الامر يختلف يعني، واضح ان لعيب الجيل الحالي فكره السوشيال ميديا مسيطره ولها تاثير مش بس على اللاعبين، حتى على الاجهزه الفنيه وادارات الانديه. اكيد اكيد. الوضع طبعا كان مختلف جدا، بس يمكن احنا رغم السوشيال ميديا طبعا طبعا يعني ليها طبعا عمل قوي جدا 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 في اداره انديه دلوقتي وفي لعيبه واظهار لعيبه ونجوم، تحولت للظهير الجماهيري. طبعا طبعا. لكن احنا يمكن كنا بنمتاز عن الجيل الحالي، ان احنا استاد القاهره ده كان بيبقى فيه 100,000، في 90,000، في 80,000 بيحضر مبارياتنا كده في كل مبارياتنا. يعني انا اقول لك حاجه يا فارس، احنا بيبو مثلا لما كان بيقعد مثلا مصاب ويجي مثلا بعد فتره وهيقعد مثلا هياخد مثلا نص ساعه او حاجه، تخيل واحنا موجودين في الملعب لما كان بيبو بيقوم يسخن كان المدرجات دي بتتهز. طبعا والله اقسم بالله المدرجات احنا كنا نحس بيها واحنا في الملعب ان المدرجات بتترج. فاحنا يمكن يعني اخذنا مقابل السوشيال ميديا اللي هي دلوقتي بتعمل نجوميه وبتصنع نجوميه في الجيل الحالي، لكن احنا يمكن بقى اخذنا فعلا الجمهور الحقيقي اللي كان بيحضر. والله الجماهيريه مستمره يا فارس طبعا مستمره. شوف تعامل جمهور النادي الاهلي ازاي مع هذا الجيل العظيم، كابتن مصطفى عبده ووصوله طبعًا طبعًا, طبعا طبعا كابتن خطيب طبعا نجم طبعا النجوم، يعني طبعًا حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا لو بنتكلم في امكانيات، انا في رايي ان لو الخطيب كان توفر له الامكانيات اللي موجوده والاحتكاك اللي اتوجد بعد كده، احنا يمكن كنا بنيجي مثلا قبل مباراه مثلا منتخب مصر كنا بنتجمع ونلعب مثلا مباراه مع اسكو، نلعب مباراه مش عارف مع البلاستيك،
احنا دلوقتي فريقين داخل منتخب يتقسموا فريقين الف وب ويلعبوا بعض، فريقين كتير قوي، فترات كتيرة قوي كنا بنلعب بعض. احنا كتير. حاليا دلوقتي الاحتكاك اللي انا بتكلم عليه ان في لعيبه دلوقتي مثلا لعبت، مثلا احنا قبل كاس عالم اللعيبه لعبت حوالي 75 مباراه دوليه وعلى مستويات عاليه جدا في اوروبا، وفي يعني احتكاك قوي جدا جدا. فانا بقول لك ان فارس، وبقول لك حقيقه شريف، لو الخطيب توفر له دي، انا مش هقول الجيل كله، الجيل كله كان فيه مواهب على مستوى عالي جدا، لكن انا هجيب لك بس الخطيب الحقيقه، ويمكن اقول لك كمان من نادي الزمالك حسن شحاته، لو توفر لهم الامكانيات دي والاحتكاك القوي ده كان ممكن يحترفوا في اي بلد اوروبي وفي اي انديه اوروبيه بمنتهى السهوله. جات عروض مهمه الكابتن محمود الخطيب مونشن جلادباخ، ولكن تمسك بالنادي الاهلي. بالظبط. الجيل بتاعكم بقى يا كابتن، انا عايز استغل حضرتك ان احنا نوجه رساله للجيل ده. ليه؟ انا بشوف ان حضرتك، يمكن كابتن رمضان السيد، ناس كتيره جدا لازم تعرف ان كابتن رمضان السيد فعلا رحله كفاح في كره القدم. هنستعرض معاكم عشان تعرفوا ازاي كابتن رمضان السيد فعلا كاداء في الملعب، ولاعب جاء من نادي صغير عشان يوصل للشهره ويوصل للنادي الاهلي. انا عايز حضرتك بعض اللاعبين توجه لهم رساله، ازاي يتعاملوا مع الضغوط، ازاي يتعاملوا مع النادي الاهلي، ازاي حتى يتعاملوا مع موهبتهم ويستثمروها ويستغلوها. واكيد حضرتك عارف ان في لاعبين محتاجين النصيحه دي. يعني انا هقول لك حاجه فارس، الحقيقه انا بطلب من اللعيبه اللي طالعه نجوم، اللي هم لسه طالعين صاعدين الحقيقه، بطلب منهم ان هم ربنا ادالهم الموهبه، ودي بتساوي بيديلهم نعمه، حافظوا على النعمه، هو ده الرزق بتاعه. يعني حافظوا على النعمه دي وحافظوا على الموهبه دي. احنا في لعيبه كتير الحقيقه، يمكن حتى واحنا في مجموعتنا مثلا او في الجيل بتاعنا، احنا كان عندنا محمد عباس ده كان ممكن يبقى افضل لعيب كوره، يعني ممكن مش في مصر، ممكن كمان محمد عباس كان ممكن يحترف بره بمنتهى السهوله. صحيح. لعيب عنده كل الامكانيات، كل الامكانيات ربنا اديها له، القوه والسرعه والمهاره وهيدرز وشويت، كان متكامل، لعيب متكامل، ولعيب انت عارف ايه يعني، بيعمل لك حاجات يعني مش ممكن. برضو لما نيجي برضك ننصح اللعيبه، فتلات العاطفه او اخذته الدنيا يعني، لما نيجي ننصح اللعيبه اللي هي الصاعده دي واللي ربنا مديلها اوقات ما بيحافظوش شويه، بقول لهم محمد عباس ده كان ممكن يبقى لعيب عالمي. فبقول للجيل اللي طالع دوت، يعني انا يمكن عاوز اتكلم بس على حاجه، احنا مثلا معلش احنا بنتكلم مثلا على مباراه 19 سنه بين اهلي وزمالك، المفروض ان قطاع الناشئين في الانديه دي اللي يقول ان انا الفايز بالبطوله او اللي هو بيفوز، اللي هو النادي او القطاع اللي بيصعد 6-7 لعيبه 8 لعيبه. انا مثلا النادي الاهلي صعدت 6 ونادي الزمالك مثلا صعد 4، يبقى انا كسبان. العكس صحيح، العكس حتى لو حققت البطوله بالزبط. العكس صحيح، لو نادي الزمالك محقق 6-7 لعيبه وانا محقق 5، يبقى هو فهي اللي احنا اخدينها في الهدف. هو ده الهدف، يعني ده الهدف. لكن انا بقى بتكلم، احنا يمكن معلش انا هخش بس في النقطه دي لاني نفسي اعلق عليها الحقيقه. طبعاً. انا بتكلم الحقيقه على امام عاشور، لعيب موهوب ولعيب ممكن يكمل في الكوره بشكل كويس قوي، لكن لو هو الحقيقه ما تحلاش بالروح الرياضيه وان هو يبقى شخصيه متزنه، الموهبه دي هتضيع. وبدليل ان في لعيبه كتيره قوي في الجيل بتاعنا والجيل الحالي، لعيبه كانت مميزين جدا 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 جدا. هو محتاج مناخ ومحتاج حد يقومه. بالظبط. حتى لو اللاعب كانت سماته الشخصيه لازم يكون موجود داخل المنظومه. بالظبط. تجبره على ده. يعني انا بقول، يعني النصيحه اللي انا بنصحها فعلا للعيبه دي، يا جماعه انتوا ربنا مديكم موهبه وربنا مديكم نعمه، حافظوا عليها. وفي لعيبه الحقيقه، يعني انا برضك يمكن مش عاوز اقول اسماء كتير، لكن انا هقول لك مثلا لو صالح جمعه لو حافظ على نفسه يبقى افضل، يبقى لعيب اساسي في منتخب مصر، يعني ما يخرجش بره منتخب مصر لو كان ادى موهبته حقها، لو كان حافظ على الموهبه اللي ربنا اديها له. فعشان كده انا بقول للجيل اللي طالع ده، يا جماعه اللي عنده، اللي ربنا بيديله موهبه واللي ربنا بيديله نعمه، يحافظ عليها. احنا تخيل احنا في لعيبه في جيلنا وفي لعيبه في الجيل الحالي اللي ربنا مديله نعمه مش مثلا بياخدها كده من بايديه ويركنها على جنب يقول انا مش عايزها، في لعيبه بتشوطها. لا حول ولا قوه. حلو التعبير ده يا كابتن. حلو جدا التعبير ده. حصل. وبيصف الناس ازاي فعلا يفرط في موهبته. بالظبط. خصوصا لو المنظومه زي ما قال استاذ شريف ما بتحتويش اللاعب وما بتقومهوش
زي ما بنشوف كتير جدا في النادي الاهلي. شفنا قبل كده ايقاف كابتن ابراهيم حسن نتيجه مباراه كان مع المنتخب اشارات لجمهور المغرب في 97، النادي الاهلي بياخد قرار تربوي بايقاف اللاعب لمده 6 شهور قبل ما يطلع قرار المنتخب. ده قبل ما يطلع قرار المنتخب، ده وهو لسه ما رجعش القاهره. صح. القرار اتاخد وهو في المغرب، يعني القرار اتاخد وهو في المغرب. يا جماعه الحاجات دي يعني يمكن ناس ممكن تاخدها كده، لا دي الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. هو ده اللي بيعمل بطولات. طبعا طبعا، وده اللي هو انت بيخليك انت فارق البطولات ما بينك وبين كل الانديه. هي دي هي دي، ان انت النهارده اي نجم عندك البطولات. يعني انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، استاذ شريف وفارس، ما حدش في العالم، مش هقول لك في مصر، كان يقول مثلا ان ممكن حسام وابراهيم يمشوا من النادي الاهلي. طبعا كان امكانيات فنيه رهيبه، اكيد النادي الاهلي وجاي من حلوان بداوا يعني منذ نومه الاصفار، امكانيات رهيبه رهيبه، اذا كان ده حسام هو مهاجم او ابراهيم هو باك رايت. لكن لما جه النادي الاهلي حسبها على انت عارف ايه قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، حس ان ممكن تتعطل شويه او يحصل فيها حاجه، خلاص النادي الاهلي رغم اكبر من اي لاعب، والنادي الاهلي دايما بيكمل في المواقف دي. بس عايز اخد حضرتك لحاجه تانية، لان انا بحمل لحضرتك ذكرى واحده سلبيه لازم اكلم حضرتك فيها. ولكن هي سلبيه ولا ايجابيه؟ لا هي سلبيه، والموقف بقى ايجابي في ايه؟ هي ذكرى سلبيه لان هي بتحمل لنا خساره بطوله، ولكن الايجابي اللي احنا هنتكلم فيه ازاي فعلا كان الفير بلاي حاصل في الوقت ده، وفي الوقت اللي بنشوف فيه كلام عن مباراه والمفروض طرد المنافس يعمل ايه، كنتوا انتوا بتطبقوا فعلا الفير بلاي وكنتوا بتدوا دروس للجميع. موسم 78 النادي الاهلي في نادي صاعد اسمه مصنع 36، حضرتك احد افراده. النادي الاهلي في الموسم ده كان اهم اسباب خساره الدوري التعادل 0-0 امامكم، وحتى كتب كابتن نجيب المستكاوي وقتها صدق او لا تصدق، وجيتوا في الدور الثاني كنتوا خلاص هبطتوا، مفيش اي فوز هتحققوه او اي نتيجه ايجابيه هتساعد في البقاء. بالظبط. والنادي الاهلي فارق بثلاث نقط، لو كسب المباراه دي يحسم الدوري، بتفوزوا 1-0 وبتحققوا نتيجه مفاجاه كانت وقتها يعني حديث الجميع في مصر. كنت بتشوف ده ازاي، وازاي الرياضه وازاي التنافسيه وموقف النادي الاهلي اللي ما كانش بيطلب الهدايا من حد ولكن كان بيشتغل في الملعب، بتشوف الموسم ده وظروف البطوله اللي ضاعت من النادي الاهلي دي ازاي؟ طيب انا هقول لك حاجه، يعني انا هضيف ان انا كنت موجود في فريق التصنيع 36 اللي هو كان 36. ده احنا كمان كان معانا الكابتن عزت ابو روس مدير الكوره للنادي الاهلي 7 مواسم مع مستر هيدوكوتي، واللي هو يعني طبعا تاريخ. تاريخ. ورغم ذلك الفير بلاي، يعني حتى هو كان بيتكلم معانا بيقول لنا احنا هنلعب مباراه. وانا هقول لك حاجه قبل برضك ما اكمل كلامي، يعني انا اهلاوي، يعني يمكن انا مثلا قبل الفتره ما العب كوره وابقى محترف وابقى مش عارف ايه، انا لما النادي الاهلي كان بيتغلب كنت ممكن ابكي. مشجع درجه ثالثه يعني. مشجع درجه رابعه مش ثالثه كمان. ورغم ذلك لما جينا نلعب المباراتين لعبناهم بمنتهى الفير بلاي، والكابتن عز بروس قال لنا هنلعب ازاي وهنعمل ايه ومش عارف ايه، واتلعبت مباراتين قويه جدا جدا. كان مدير الكوره عندكم وقتها؟ كان مدير الكوره، وده مهم جدا، دي معلومه بالنسبه لي جديده، ولكن اضافت حتى لفكره، خلت الفكره كمان لها معنى اعظم. طبعا ازاي عندك حد من مدرسه النادي الاهلي وبيقول لك قاتل ومباراه تحسم الدوري وتخلص الدوري، لا مفيش الكلام ده، هتنزل وبتحاول مفاجاه رغم ان انتوا مالكوش اي استفاده من المباراه. بالظبط يعني كان شيء عظيم فعلا. طبعا طبعا. عندي سؤال، هي المباراه دي كانت سبب انتقالك للنادي الاهلي كابتن؟ لا انا انتقلت من النادي الاهلي سنه 80 بعد كاس الامم. بعد كاس الامم اللي كانت مقامه في نيجيريا. عملت بطوله عظيمه طبعا يعني دي الحمد لله. عندي سؤال في الموضوع ده، تأذن لي بس نطلع فاصل ونعود اتفضل نستكمل مع زميلي محمد فارس وضيفنا الكريم كابتن رمضان السيد هذا الحوار الممتع والراقي الحقيقه. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
بنور نادرة لضيفنا ونجمنا النادي الحقيقة كابتن رمضان السيد، هذا النجم الخلوق المحترم اللي زي ما فارس قال وبيسترجع مع ذكريات بطولة 80 أمم أفريقيا اللي كانت سبب زي ما قال كابتن رمضان في انتقاله للنادي الأهلي، وحديث الأستاذ نجيب المستكاوي عنه. عايز اتوقف امام هذه البطوله كابتن رمضان، لان كان سبب بعدها انتقلت الى النادي الاهلي بالظبط. يعني البطوله دي انا الحقيقه يعني عملت بطوله على مستوى عالي جدا جدا جدا، يمكن الناس كلها حتى اتكلمت هناك، حتى مش المصريين، واحنا بنلعب نيجيريا واحنا بنلعب الجزائر، كان الناس كلها كانت بتتكلم الحقيقه الحمد لله. ويمكن زي ما قلت لك يا استاذ شريف، استاذ العظيم الكبير نجيب المستكاوي الحقيقه الناقد اللي هو اللي احنا كلنا كنا، يمكن احنا دلوقتي بقى في قنوات كتير جدا رياضيه يبقى ابو الصحافه الرياضيه صح التعبير يعني. تخيل ان احنا مثلا كلاعيب الكوره كنا يوم المباراه بيبقى الساعه 12 كده نروح نجيب الاهرام عشان نشوف كل واحد واخد درجه كام، ونبقى فرحانين جدا لما بيكون الدرجه طبعا عاليه، ويمكن هو كان بخيل شويه في حته الدرجات، لكن الحمد لله انا خدت منه الحقيقه. يمكن في البطوله دي فارس الحقيقه كان لي مقاله كان عاملها على البطوله، وقال لهم كنت قاعد طبعا بيشكر في ادائي في خلال المباريات اللي انا لعبتها، وبعدين قال لهم يا جماعه لما تيجوا تكونوا منتخب مصر بيختاروا رمضان السيد، وبعد كده فكروا في 10 بعد كده. وده درس يا كابتن رمضان ازاي يعني اللاعب اللي بيبقى طالع من نادي صغير بيشتغل على نفسه بيركز في موهبته، وهو ده كابتن رمضان وقفتنا معاه ان مسيرته فعلا ترجمه لفكره ان انت بتكافح بتشتغل على موهبتك وبتصوم موهبتك لاخر لحظه. حتى هنشوف الختام بتاع كابتن رمضان مع الاهلي ازاي كان قاسي على حساب نفسه عشان النادي الاهلي حقق بطوله مهمه جدا. وكده كابتن رمضان بعد تالقك في البطوله دي وهدفك في الجزائر ورجعت ورحت النادي الاهلي، اجواء دخولك للنادي الاهلي والتجربه، مين من النادي الاهلي اللي ساب معاك بصمه، ذكرياتك مع النادي الاهلي، واعتقد كمان احنا ضاعت مننا بطولتين دوري في 83 و84، ليه خسرنا البطولتين دول وازاي بعد كده كان لنا بطوله مهمه جدا في كاس 84؟ يعني اعتقد ان احنا من البطوله دي انا طبعا رجعت النادي الاهلي، بس انا يمكن ما كنتش غريب يا فارس على نجوم النادي الاهلي، لان انا انضميت لمنتخب مصر سنه 78 مع الشيخ طه والكابتن حماده الشرقاوي. انا هقول بس الكلمه اللي انت قلتها دلوقتي، انا طالع طبعا من نادي درجه ثانيه وبروح منتخب مصر، بروح منتخب مصر يعني انا وسط عمالقه حسن طبعاً. شحاته وطه بسري ومختار كابتن محمود الخطيب طبعا، ويعني عمالقه مصطفى عبده يعني خواجه ومش عارف يعني الجيل يعني. انا رحت قلت الكابتن حماده الشرقاوي في الفندق، كنا معسكرين في فندق قوات مسلحه في مدينه نصر، اول يوم انضميت فيه، فرحت بعد التمرين رحت قلت له يا كابتن انا عاوز اعمل حاجه، انتوا جبتوني ليه؟ قال لي ليه يا رمضان؟ ده احنا واثقين فيك وكده وانت لعيب كبير. انت مخضوض من انا مخضوض من النجوم اللي انا قعدت يعني قلت، حتى انا قلت له طب انا هلعب على مين في دول؟ قال لي يا رمضان مالكش دعوه. وبعدين ايه؟ راح مخلي الشيخ طه يكلمني قال لي يا رمضان احنا مقيمينك كويس، وتخيل ان انا رحت لبطوله الالعاب الافريقيه المقامه في الجزائر كنت اساسي من اول مباراه، كنت سنه 78 وانا طالع من نادي درجه تانية كنت اساسي، وعملت الثلاث مباريات الحمد لله اللي هي طبعا حصلت مشكله بتاعه مباراه ليبيا ورجعنا كلنا بقرار سياسي الحقيقه بقرار سياسي، عملت مباريات على مستوى عالي جدا. فبرضه نفس الحكايه، انت طالما بتحط هدف قدامك عشان تحققه هتحققه، بتقدر حضرتك بسمتك الشخصيه تواكب النقله. لما دخلت النادي الاهلي كان عندك نفس الشخصيه بالزبط. اللي خلت حضرتك ما يبقاش فيه هزه يبقى فيه ثبات، تعاملت مع ده ازاي؟ يعني انا برضك ساعدني بشكل كبير جدا ان كل النجوم دول كان معايا في المنتخب، يعني من 78 لغايه 80 انا في منتخب مصر وفي منتخب مصر اساسي، فطبعا يعني وكان اصدقاء بقى كمان مش احنا بس، واحتوائهم ليك طبعا. فطبعا لما دخلت كان الامور عاديه خالص، بالعكس النجوم اللي هم بتوع منتخب مصر الكبار طبعا خطيب ومصطفى عبده والحقيقه مصطفى يونس والمجموعه الكبيره ماهر همام طبعا اكرامي واكرامي وثابت كابتن رمضان. فرصه ناخد راي حضرتك فيها فكره شخصيه النادي الاهلي، في لعيبه كتير بيكونوا متميزين وممكن ينضم للنادي الاهلي وتجربته ما تنجحش، ايه السمات الشخصيه غير الفنيه، لانه الفني بالتاكيد لان هتجيبه يعني
اللي اللاعب بيحتاجها علشان يتأقلم ويصلح لتمثيل النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ يعني بالظبط يعني تحدي، يعني هو بص، هو اي لعيب بيروح النادي الأهلي وبالذات مثلا ممكن ما يبقاش مثلا دولي او في تحدي كبير جدا يبقى بينه وبين نفسه. اللي ما بيقدرش يعمل التحدي ده ما بيكملش. قميص الاهلي تقيل تقيل تقيل. اولا انت النهارده النادي الاهلي ما فيش بديل عن الفوز، وخلي بالك دي حاجه صعبه جدا. يعني انت اي مباراه بتلعبها في اي بطوله خارج في مصر، خارج مصر، بطوله افريقيه، بطوله مش عارف ايه، لما انت ما عندكش غير الفوز، فبالتالي ده تحميل جامد جدا، مش اي لعيب كوره بيتحمله. يعني في لعيبه الحقيقه بتيجي النادي الاهلي ولعيبه قبل ما بتيجي بيبقوا ليهم اسم كبير جدا ونجوم كبار جدا الحقيقه، لكن الحته دي بالذات بتفرق معاهم. انا النهارده انا جيت النادي الاهلي بقى خلاص انا بركز في تمريني، بركز في مبارياتي، بركز في حياتي بره الملعب. انا بقول لك احنا كنا عايشين محترفين واحنا هواه، تخيل، من حبنا للنادي الاهلي. صحيح، من حبنا احنا عاوزين نلعب. واحنا هقول لك حاجه، احنا يمكن في لعيبه حاليا دلوقتي للاسف الشديد، يعني مثلا التمرين الساعه 3 ممكن لعيبه تلاقيها مثلا 3 ل 10 بيروحوا النادي، ممكن تلاقي صحيح. مثلا لعيب مثلا بيربط حذاء بتاعه مثلا 3 ل 5 ولا حاجه. احنا كنا بننزل الملعب 2:30 التمرين، 3 2:30 نلعب 4 ضد 2، متعه لينا احنا. فالحياه دي كان كله بقى كده يعني. بمناسبه بقى ده يا كابتن رمضان، ممكن حضرتك حاجه انا عارف ان حضرتك ممكن ما تحبش تقولها عن نفسك، بس انا لازم اقولها ولازم جمهورنا يعرفها. حضرتك بعد خساره الدوري 83 84، الظروف كانت قاسيه، النادي الاهلي مش متعود يفقد بطولتين، رحنا الكاس 84، حضرتك بتلعب وانت مصاب، بتسجل في الاسماعيلي في نص النهائي، وبتلعب مباراه المصر الشهيره في النهائي وبنحقق اللقب. كابتن رمضان السيد اعتزل بسبب لعب وهو مصاب. كابتن رمضان السيد من الناس اللي جت على نفسها عشان خاطر النادي الاهلي حقق بطوله، عشان كده انا بتشرف ان انا موجود معاه النهارده. ذكريات حضرتك على البطوله دي يا كابتن، ودورك اللي انا بقول انه كان عظيم فعلا فيها. البطوله دي يمكن من افضل المباريات اللي انا لعبتها، رغم ان احنا انا جيت في كنا بنلعب المقاولين العرب شريف، وفي الدقيقه 35 من الشوط الاولاني دخل فينا جول، وبعدين في الدقيقه 45 اطرد مدحت رمضان، فكان معانا كابتن جوهري. فطبعا احنا كنا خسرين دوري، فالامور رحمه الله عليه الحاج سيد متولي يعني ربط استعد في المصوره لاستلام الكاس. طبعا انا كنت صغير بس فاكر القصه دي، لانه كان ليا قصه معاها، ضربت علقه محترمه في اليوم ده لانه زوغت المدرسه عشان يشوفوا الماتش النهائي. فكابتن جوهري شوف بقى الذكاء بتاعه، يعني عمل معانا حاجه غريبه جدا. هو طبعا اي مباراه بنلعبها ان شاء الله كنا احنا وحشين كويسين، بيخش اوضه اللبس بيشرح لك انت ايه الثغرات اللي عندنا وايه الاخطاء وبتاع، ونشتغل على الفرقه الثانيه ازاي. هو راح داخل، احنا دخلنا طبعا قبليه، هو راح داخل راح ضارب الباب برجليه كده بشكل قوي جدا جدا جامد جدا جدا، وقال لنا بصوا هقول لكم حاجه، انتوا احنا لسه خسرانين الدوري الاسبوع اللي فات، انزلوا الشوط الثاني اتغلبوا وخرجوا من الكاس والمجموعه دي كلها هتبطل. يا سلام. بس وراح سايبنا وراح ماشي، يعني راح قال الكلمتين دول وراح قافل الباب وراح خارج. احنا كان بيذيع المباراه دي كابتن شربيني، خلق دوافع عندكم ده يا خبر ابيض. كابتن شربيني قال لك انا شايف ان النادي الاهلي مش 10 لعيبه مش مطرود منهم واحد، لا دول 20 لعيبه في الملعب. صحيح. احنا كسبنا المباراه دي 3-1، وعملنا مباراه يعني من افضل الاشواط اللي الجيل بتاعنا ده عملها. وعلاء ميهوب ايه؟ وعلاء ميهوب انا الكره طبعا الكره بتاعت علاء دي انا يمكن عامل فيها لعبه يعني يمكن الناس ما شافتهاش كتير. انا مراوغ جوه السته يارده وحطيتها من فوق بيل انطوان في الزاويه البعيده، جت في القايم وعلاء حطها، جت يعني البطوله دي تاريخ والماتش ده بالذات. طلعت بعد المباراه دي يا فارس، كان جالي شد، مش شد بقى، شبه يعني تمزق خفيف كده في العضله الخلفيه. فانا طبعا المباريات كل 3 ايام، فاروح البيت مش قادر طبعا، فاروح البيت ويومين كده، وبعدين اجي للكابتن جوهري فاقول له يا كابتن انا رجليا لسه فهو قال لي كلمتين، قال لي يا رمضان احنا خسرين دوري ولازم ناخد مسابقه الكاس. قلت له هو قال لي الكلمتين دول، قلت له يا كابتن انا معاك
هلعب المباريات كلها ولا في اي مشكله خالص ان شاء الله كده. لعبت بقى مباراه الاسماعيلي في المحله واحرزت هدف وخدنا البطوله البطوله طبعا في مباراه النهائي الحقيقه. وبعد البطوله دي عشان انا ما كانش عندي شد، كان عندي تمزق وكنت باخد برشام مسكن كده، مسكن يعني ما بحسش بحاجه خالص غير بعد المباراه. بعد البطوله دي انا فعلا سافرت انجلترا، يعني كاب صالح كاب صالح سفرني مرتين عشان انجلترا عشان هو عارف انا عملت ايه. وبس في اخر سفريه الدكتور بتاع نادي توتنهام قال لي انت العضله بتاعتك عملت تليف، واي سبرنت هتعمله هتتمزق ومش هتقدر تكمل. فرجعت طبعا اعلنت اعتزالي، والثلاث اربع مباريات دول كان سبب، بس انا ضحيت حتى بمستقبلي الكره ومع النادي الاهلي في سبيل الحب للنادي الاهلي. موقف ونموذج محترم يا فارس. هو ده رساله وهي ده التاريخ، ولازم لعيبه كتير جدا تتعلم. خلينا نطلع نشوف تقريرنا عشان نرجع نتكلم بقى عن مباراة القمة. نطلع ذكريات الجماهير. تقرير ذكريات الجماهير عن مباراة القمة، ونرجع لكم في حديث شيق جدا ونستمتع معاكم زي ما انتم مستمتعين معايا. في 2005 اعتقد ماتش في افريقيا قبل نهائي الاهلي والزمالك، كان الاهلي كسب 2-0 وكان بركات جاب الجونين. ده طبعا من اقوى الماتشات او من الماتشات اللي عمرها ما تتنسي يعني في رمضان. يعني تقريبا 2013 1-1 الاهلي والزمالك. اعتقد كان في ماتش الاهلي وانبي في رمضان، والاهلي كانت نتيجته 2-0 او 2-1 للاهلي. في ماتش القمه كان 2-2 في 2008. الاهلي والترجي 1-1. الماتش اللي كان في 2013 اللي كان في رمضان اللي خلص 1-1. اكيد ماتش الاهلي والترجي وساعه الفطار كان 1-1 نتيجه، كان ماتش رائع جدا والله. بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام في سهرتنا الرمضانيه الممتعه الحقيقه، والاهلي في رمضان عبر شاشه قناه الاهلي، وهذا الحوار الحقيقه الممتع مع الكابتن رمضان السيد. خلونا بس قبل ما اسيب المجال لفارس وكابتن رمضان، وانا مستمتع الحقيقه بالذكريات والحديث عن جزء من كره القدم، خصوصا يمكن بدايه حب وشغف الواحد بالكره كان في هذا الوقت المبكر من عمره مع جيل الكابتن رمضان الحقيقه وكابتن خطيب ومصطفى عبد وغيرهم. عايز ارحب بالشيف محمد عبد الباقي، الراجل الجميل اللي يعني هيشاركنا لنادي اعداد سحور. برحب بيك يا شيف محمد. احنا هنديك الفرصه تجهز لنا سحور. الشيف بيعمل ابداع لا يقل عن ابداع رمضان. عايز اقول لكم يعني ان الروائح مبدعه يعني. اهم حاجه الاكل مش ديكور، اتاكدنا شيف الاكل مش ديكور. ها الاكل مش ديكور، هناكل يعني طبعا ان شاء الله. لا لا تسلم ايدك مقدما يا شيف، ويعني انا عايز اقول للناس الريحه مخليانا كده مش على بعضنا، هنخلص الفقره النهارده. عندنا كل انواع السحور. تسلم ايدك شيف، وشغل جميل بصراحه. جبن، وعندنا سلطه خضراء وزبادي. ايوه اهم حاجه الزبادي. لا بتعملها كويس. لا موجود. هنجيلك يعني. خلينا ندردش مع كابتن رمضان كده وننضم لحضرتك في جهاز السحور. يعني مباراه القمه كابتن رمضان، مباراه القمه يعني رغم كل الظروف برضو بيقول عليها مباراه قمه، اهلي وزمالك. طبعا طبعا مباراه القمه هتفضل مباراه قمه لغايه يعني في اي وقت. يعني ماتش صعب، ماتش من اصعب مباريات القمه في تاريخ مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، اصعب مباراه على النادي الاهلي. يعني معقول يا كابتن حضرتك شايفها الدرجه دي؟ طبعا شايفها الدرجه دي، لان الحقيقه يعني هقول لك حاجه شريف، يمكن احنا محمد الشناوي لسه في ممكن يبقى في امل او بالمسحه الاخيره اللي هتتعمل او حاجه ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يسهل. احنا بنتمنى كلنا بنتمنى كلنا بنتمنى طبعا محمد الشناوي، ولو ما قدرش برضه عندنا كابتن علي لطفي موجود وكل حاجه. لكن احنا بنتكلم برضك على غياب ايه. انا في رايي ان محمد الشناوي مش افضل حارس مرمى في مصر او افضل حارس مرمى في افريقيا. انا يمكن بقول ان محمد الشناوي افضل لعيب كوره في مصر.
يعني في خلال صنفوا في مركزه. لا لا لا, لا. صنفوا كلاعب كره ما بين كل المراكز. هو عن قائد عظيم كمان. قائد وانت شوف كمان يعني مثلا هقول لك حاجه, انت مش بتادي 90 دقيقه, انت شوف البطولات اللي حصل كمان. عليها النادي الاهلي في خلال الفتره الاخيره وثبات مستوى بقى. ده مهم ما جدا. ما اعتقدش ان يمكن قليل جدا بعد رحيل الحضري نبقى صريحين مع بعض. طبعا مفيش حارس حافظ على المستوى الثابت ده للفترات دي زي محمد الشناوي. طبعا محمد الشناوي عامل ده لازم نذكره. طبعا واصبحت حراسه مرمى النادي الاهلي في امان واطمئنان. طبعا يعني طبعا ويمكن من خلال حراسه مرمى النادي الاهلي هو كمان حارس مرمى منتخب مصر. انا بتكلم على واحد كمان غايب عن مباراه القمه يمكن بس بقاله فتره, علي معلول. علي معلول انا بعتبروش باك ليفت او باك شمال, لا انا بعتبره افضل صانع العاب في الثلاث اربع المواسم الاخيره. وده رقميا حقيقي. طبعا صانع العاب يعني علي معلول هو اللي بيعمل لك جمعيه في الجبهه الشمال, بيجيب جوال, بيسجل اهداف, وبيصنع اهداف. مستوى الجناح اللي بيلعب امامه بيختلف تماما بوجوده يا كابتن. دايما حضرتك بتلاحظ بالظبط وبيصنع اهداف. مفتاح لعب يا فارس يعني انت النهارده تبني عليه كمان. جات لنا النادي الاهلي جاله فتره كان جايه وعلي معلول يعني اقوى جبهه موجوده في افريقيا مثلا. صحيح. الاثنين كانوا بيربطوا مع بعض الاوفرلاب. بالظبط الاوفرلاب اللي بيتعمل معلول والتايمنج بتاعه لدرجه كمان ايه ان التفاهم وصل ما بينهم ان هم حتى غيباني يعني حتى ممكن يكون هو علي مش شايفه او اجايه مش شايفه ويقوم حاططها له ويمكن جبنا اهداف بالربط ده ما بين محمد هاني برضه فكره ان الظاهرين ما يبقوش موجودين ده انت عندك جداً. عندك برضه غيابات طبعا محمد هاني ياسر ابراهيم اللي برضك الفتره الاخيره يمكن لو استثنينا مباراه او شوط بتاع المريخ اعتقد ان ياسر ابراهيم حمدي فتحي مهم نذكره لان طبعا تحول ياسر ابراهيم من اللاعبين في مصر طبعا مكتب. ياسر ابراهيم وليد سليمان ان شاء الله كابتن وليد حتى الوليد حتى البديل لعلي معلول وحيد ومصاب طبعا احنا عندنا طبعا حمدي فتحي الثلاثي اللي هو انا بعتبره من افضل الديفندرات الموجودين في مصر طبعا احسن لاعب سته في مصر يعني برضو انت بتخسره وحتى يمكن انا بس بتمنى ان اكرم توفيق الحقيقه يبقى حالته كويسه لان انا عرفت ان هو نزل التمرين تواجد في التمرين يعني حتى كدمه في الكوره حتى لو انت لعبت مثلا بالسوليه واليو ديانج يبقى معاك بديل بره متنفس لان مش بس كمان هو كمان كديفندر لا ده كمان بيعمل لك الباك رايد بيعمل لك مراكز كتير الحقيقه وطبعا لعيب مهم جدا وطبعا اجاييه اللي هو انا بقول الفتره الاخيره الحقيقه رجع للمستوى اللي احنا كنا بنشوف اجاي فيه تميز كبير جدا جدا الحقيقه وخساره طبعا برضه كبيره جدا عشان كده انا بقول دي المباراه صعوبه المباراه اللعيبه اللي غايبه الحقيقه كلها لعيبه مؤثره جدا جدا خيارات المدرب محدود في اداء النادي الاهلي طبعا لو انت مكان موسيماني تتعامل ازاي مع المباراه دي ورايك ايه الاول في اداء بيتسو موسيماني في خلال الفتره يعني الاخيره يمكن انا بختلف مع ناس كتيره جدا الحقيقه والسوشيال ميديا وناس كتيره بتتكلم على مستر موسيماني مش كويس طب ليه انت بتحسبها ازاي ما تحسبها الراجل ده مشارك في كام بطوله ايه من اهدافه انا بقول لك يعني كل الاهداف اللي النادي الاهلي طلبها منه انت الهدف من التعاقد افريقيا كاس عالم الانديه كاس ماشيين في الدوري يعني انت المفروض يا فارس انت بتيجي تقول ايه انا هتعاقد معاك الهدف من التعاقد ايه انك تجيب لي افريقيا وتجيب لي كاس وتجيب لي دوري وتجيب لي طب الراجل محقق كل البطولات دي كل الالقاب دي طب انتوا عايزين منه ايه هو شغف وطمع جمهور النادي الاهلي اللي دايما متعودين يعني يا كابتن يعني برضو عايز اداء عظيم فوز على جمهور النادي الاهلي عايز كل حاجه وبرضو في فترات الحقيقه النادي الاهلي متعرض في غيابات كتيره اصابات كتيره فدي بتاثر لكن انا بقول ان الراجل طبعا عامل يعني انجاز كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت وفارس قال حاجه مهمه ايه الاهداف او خطاب التكليف بالزبط. اللي راح له من الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره بالزبط. وهو حقق منها دي كشف الحساب وانا حاسب المدير الفني على ان هو قدم لي عروض شو ولا طب ما ماشي قدمت عروض شو وخسرت بطولات ما حاسبك بالظبط ما هو التاريخ لا يذكر الاداء الجيد يذكر البطولات زي ما بيقولوا طبعا حابب بقى ادخل مع حضرتك لعمق الفنيات في نقطه مهمه جدا مستر ريني فايلر لعب امام مستر كارتيرون بعقليه فيها زياده هجوميه وكان لعبنا اداء كويس جيد ولكن ما حققناش النتيجه المرجوه مستر موسيماني اكثر واقعيه من مستر فايلر ودايما بيميل للتامين انت شايف ان كارتيرون المدرب اللي في المباريات دي دايما بيلعب على رد فعل الخصم
ودايما بيستنى المساحات تبان فيبدا يستغلها. شايف بالظبط موسيماني هل يلعب بطريقه مستر فايلر ويبقى فاتح وضاغط نادي الزمالك، ولا يلعب بطريقته اللي هي باغت بيها حتى لو هي جماهيريه مش رائده، ولكن فكره التحفظ شويه فتبقى مباراه هنشوفها حساباتها الفنيه معقده اكتر من انها تكون ممتعه. بتشوف الحسابات تكون ازاي في المباراه دي؟ بص هقول لك حاجه يا فارس، انا ما اعتقدش ان مستر موسيماني ممكن يلعب مباراه مفتوحه، يعني ممكن يقسم ممكن يقسم وقت المباراه ليه مثلا اجزاء ربع ساعه يضغط يلمت نفسه تاني في ربع ساعه، بس مش هيفتح الجيم. لكن يفتح الجيم وفي الغيابات اللي موجوده دي، انت احنا زي ما ده في غيابات حاجه اساسيه طبعا. فما اعتقدش ان مستر موسيماني هيفتح الجيم، ولا هقول لك حاجه، ولا كمان كارترون هيفتح الجيم. وكارترون ما بيفتحش هو الجيم اساسا أصلا. هو اسلوب لعبه واسلوب شغله الحقيقه رد هو فعل. يقول لك ايه، يقول لك انا بقفل مساحات وبلعب على المرتده واستنى فرصه العب عليها. حتى يمكن حتى تعليماته، انت لو تلاحظ تعليماته من على الخط كلها اغلبها ان ازاي مثلا حد يكون ساب مساحه يقول له يرجع في المساحه دي، او لعيب يتحرك في عمق اللعب المتقدم وخلاص. هو بيقلق من ديت، فبالتالي لكن احنا يمكن احنا بنقول ان فرصه كارترون ان هو ممكن في فترات يلعب مثلا في نواحي هجوميه بكثافه شويه، الحته اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي حته الاصابات اللي موجوده والمراكز اللي ناقصه عند لعيبه النادي الاهلي في فرقه النادي الاهلي، اللي هي دي بس اللي ممكن تدي الكرتون. بالاضافه للغيابات الاجهاد ممكن يكون يعني عامل مش عايز اقول ضعف، لكن من التحديات اللي هيواجهها موسيماني. يعني انا اقول لك حاجه، رغم وجود الاصابات، واصابات زي ما اتكلمنا مؤثره جدا واصابات صعبه جدا جدا في تيم كوره زي تيم النادي الاهلي، لكن انا بقول لك ان اللعيبه اللي هتلعب بدائل الفتره اللي فاتت كانوا بدائل وهيلعبوا المباراه دي اعتقد مش متعرضين لاجهاد، لان لا بالعكس ده احنا عندنا كام لعيب ممكن ما يبقاش فيه اجهاد خالص وممكن يؤدي بشكل قوي جدا جدا جدا، ويمكن كمان ممكن في لعيبه من اللعيبه دي قادرة ان هي تصنع الفارق. طيب لاعب كابتن رمضان السيد يتوقع ان هو يتالق من النادي الاهلي في المباراه، عشان ان شاء الله يتالق ونرجع نقول كابتن رمضان السيد الاسبوع اللي فات قال معانا كده، تتوقع مين غير قفشه يا صاحب القضيه؟ يعني هو قفشه ده يعني ما شاء الله ان يمسك الخشب، يعني هو في الورقه هو في كل مباراه متالق، كل مباريات مع المنتخب يعني هو انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجودين في الفتره صحيح. دي صحيح. محمد شريف الحقيقه يعني عنده ميزه كويسه قوي قوي قوي، هو مش من راس حربه المحطه، لا ده راس حربه متحرك وراس حربه بيعرف يشتغل في المساحات، يعني انت مثلا لو هتشتغل في مساحات هو يعمل لك الحته دي كويس قوي. من رؤوس الحربه اللي بيعرف كورته كويسه، فبيعرف يشتغل معاه الثلاثه اللي جايين من تحت، اذا كان قفشه او اذا كان الجناحين بيشتغل اقرب لجده شويه وقت ما كان موجود. بالظبط بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت بشكل كويس قوي. فمحمد شريف انا بقول ان هو هيبقى متوقع له ان هو هيبقى نجم المباراه دي. طيب يا كابتن رمضان ان شاء الله احنا متفائلين بحضرتك. ان شاء الله يعني يوم الاحد نهني جمهور الاهلي باداء عظيم رغم صعوبه المباراه. يا شيف محمد ايه الاخبار؟ كله تمام. انا ما افطرتش وانا مش على بعض بصراحة. يعني السحور جاهز. انا مش على بعض. طيب ايه رايكم، ايه رايك كابتن رمضان ننضم للشيف محمد يشوف عامل لنا ايه؟ يعني كلها حاجات صحيه مناسبه للسحور. خلونا نطلع فاصل ونرجع ندردش مع الكابتن رمضان السيد شويه ونشوف الشيف محمد عبد الباقي عامل لنا ايه على السحور. ورجعنا لكم وانا عايز اقول لكم الشيف بيعمل عظمه حرفيا، يعني هنا في مجد بيتعمل سبانيش اومليت والشيف بصراحه متوصي بينا. يعني طب ايش حياتك بقى انت اهلاوي متعصب وكابتن رمضان واستاذ شريف طلعوا بره الفقره خالص ومحدش بيسال فيا انا ولا بجد يعني اكل رائع واجواء رمضانيه طبعاً. وتحس كده ان الاهلي فعلا دفع كابتن رمضان، ودايما كده اجواء النادي الاهلي كلها حب وكلها خير وكلها سعاده، وان شاء الله باذن الله تكمل باذن الله يوم ماتش الاهلي والزمالك ان شاء الله ونكون فرحانين باذن الله. عيش كده بس ندوق الفول بتاع الشيف، يعني الشيف بصراحه يا سلام ماشي
الموضوع فرق ما طلعش كومو فلاشه كابتن رمضان. لا 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 انا كنت متصور ان 10 على 10 كنت بغير من كابتن من استاذ عمرو اديب ف يعني عايز احقق امنياتي من زمان بصراحه. لا ما شاء الله حاجه. احنا كمان بنتمنى المشاهدين الكرام وجمهور الاهلي يعني سحورا شهيا باذن الله، ويا رب شهر كده كله طاعه وربنا يرفع الوباء وهذا البلاء يعني ما تعيش الانسانيه. الحقيقه الموضوع مؤلم جدا فكره كورونا، فنسال الله انه يشفي كل مريض وانه السلام يعني يعود الى هذه الارض اللي بتعاني منذ يعني بدايه هذا الوباء. الوباء عايز تقول يا فارس؟ انا نفسي مفتوحه بس تاكل. اه والشيف عمل لك فعلا الاسبانيش اومليت. اه والله. ولكن كابتن رمضان عشان الكاس بتاع 84 للاولويه طبعا، انا ما جبتش بطولات. يا شيف ربنا يخليك. لا شغل رائع. لا انت انت شفنا بصراحه يعني مميز. كل سنه طيبين. انت مدافع قوي جدا. كل حاجه معموله. ربنا يخليك يا كابتن رمضان. احنا يعني تاريخكم والله اللي مدينا الفرصه دي ومدينا الخلفيه اللي احنا بنتكلم بيها. انا مستني طعميه يا شيف اهو. دقيقه واحده. سمسم سمسم استاذ شريف معلش استاذنك. حلقاتنا مزاجيه بصراحه. ربنا يخليك حضرتك يا كابتن. يعني بالحق. يعني بنحاول بس كده يعني مشاركه كده مع زملائنا في قناه الاهلي بعد دايما قناه الاهلي بتقدم الجديد والمختلف واستادات يعني بيتعاونوا مع مجلس اداره النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع. حلقه هايله وهذه الشراكه يعني عملت نجاح كبير منها قناه الاهلي والمضمون اللي بيقدم يعني. وعايز احيي الحقيقه اخويا وصديقي اسلام الشاطر اللي تولى رئاسه الشركه. طبعا بنبارك له. طبعا بنبارك له طبعا. اسره النادي الاهلي دايما بتسعى للتطور ورئيس طبعا. الناس كلها بتعمل مجهود رائع. الناس كلها هنا اسره الحقيقه كابتن طبعا رمضان. طبعا يعني طول عمر النادي الاهلي كده والله. النادي الاهلي مختلف في كل حاجه كابتن رمضان. حتى في اجواء رمضانيه، حتى في استديوهات، وحتى في تاريخ، وحتى في كل حاجه. طبعا. وده اللي احنا سعداء بيه حتى بالشيف العظيم ده. طبعا طبعا طبعا. كان في حلقه كانت هايله مع الحاج محمود الشامي. كانت حلقه هايله الحقيقه. دايما يوم الاربعاء كده بنحاول نعمل حاجه مختلفه يعني يكون عندنا فيجر نتكلم معاه عن قضايا، عن صناعه، عن استثمار رياضي. بالظبط. عن نبذ التعصب. طبعا طبعا طبعا. لكن بقى الشباب بيمتعونا وبيساعدونا دايما بالحاجات التانيه. احنا شادد كمان كابتن رمضان بينا يعني بنعتز بيه وكفايه ان حضرتك متابعنا يعني. لا ده كلام حاجه جميله والله، حاجه جميله. محمد انا بشكرك وانا سعيد ان انا مع حضرتك واستمتعت الحلقه مع كابتن رمضان. ان شاء الله ان شاء الله نجم النجوم الحقيقه المهذب خلوق كابتن رمضان. ربنا يخليك. طيب احنا نسحر مش هنمشي كسان. طيب لا لا بس يعني هنودع الناس عشان زمايلنا اللي في الكنترول والمصورين والزملاء كلهم الفنيين الحقيقه اللي عايز يعني يلحق السحور. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده الشريف، وسعيد جدا ان انا معاك انا فارس. وانا والله يا كابتن حقيقي كان ليا شرف. وكل سنه طيبين، وكل سنه وكل العالم كله طيب يا ربي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله نفرح يوم يوم المباراه اللي جايه ان شاء الله. يوم ان شاء الله باذن الله. ربنا يبتدي. ونشكر حضراتكم، وبكره ان شاء الله فريق عمل جديد والاهلي في رمضان. اشوفكم على خير.